طمنيني ام سعيد. بنتك حبلة، ألف مبروك يا أم حمدي. حبلة؟ مشان الله يا خالتي تنزلي الولد. النسوان قاتلة حالها لتحبل، وأنت بدك تساطي الولد بعد ما حبلتي؟ النسوان يلي بتقتل حالها لتحبل بيكون عندها رجال بيحبه وبيخاف الله فيه، أما أنا جوزي ما بيعرف يعمل شيء إلا يقهرني ويضربني. مشان هيك أنا بدي أطلع، مشان هيك عمل لك يا خالتي تنزلي الولد. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هالحكي. بدك يعني قتل روح الله خلقها؟ ما بعملها. ليكي تركيني أحكي مع أم حازم ونشوف شو بدنا نساوي. ماشي؟ يلا بخاطرك أم حمدي، بخاطرك بخاطرك. الله معك. مشان الله يعني، مشان الله ما بديها، ما بديها. يا اخي انا حبك ما بدي اغلط، ما بدي تنزل ايدك، ما بدي تنزل. عمك ما بتفش حالك، ما بدي تنزل ايدك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. عمك ما بدي اغلط، ما بدي تنزل ايدك. بس ما عيب عليكم. هاتوا لشوف اذا انتوا اخوة عم تخانقوا، شو خليتوا للغرباء؟ هاد مو الحياد. والله اذا بده يضل بعمري يوم، والله والله لقتله. روحي هاد. هات لشوف، احكي لي لشوف، ليش هالعلاقة أنت وياه؟ ولك هذا كله من تحت راس زهرية، الله لا يوفقها. مرتخي ما لها علاقة، لا حدا يجيب سيرتها يا مو. ولك أنت لو سايرته لأخوك شوي شو كان صار؟ لك والله سايرته بس هاد ما بيتساير، لك مدري شو عم تخيل شغلات، كل هاد قلت له ظلمت مرتك. بس أنت هيك عم تظلمه لأخوك. لك والله ما ظلمته والله. لا عم تظلمه، وقلت له إذا ما بدك توقف ظلمك إلها، طلقها وأنا بتجوزها. ولك اخرسي أنت وليه؟ اخرسي. لك قلت له هيك يا أمي، مشان يخفف ظلم على البنت، بيهون عليك حتى يظلم بنتك، لك بيهون عليكي. خلص يا مو، مشان الله افرطي هالقصة بقى. روح غسل وشك واستهدي بالرحمة. ايه رايح؟ والله ما ضربته كرمالي. يلا رامي روح، الله يرضى عليك. روحي انتي سوي لنا فنجان قهوة وليه؟ روحي. حاضر يا عم حاضر. تفضلي ام سعيد، تفضلي لجوا. لا حول ولا قوة الا بالله. لك شو عم تعملي؟ ولك ما بدي اللي عم تعملي. لك يهني حرام عليكي. بدي لا حول ولا قوة الا بالله. يا ماما يا ماما شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ تعيدي هلا شو؟ يا ماما شوفي يا ماما شوفي. شوفت عينك. الله ياخذني، لك الله ياخذني ويريحني من هالعيشة، الله ياخذني. يا ماما زهرية حبلة؟ اي نعم حبلة، وانا عم خبرك مشان تمنعي يلي بدها تعمله اذا ابنك ما صلح غلطه معها. شو قصدك؟ قصدي انه زهرية بدها تنزل الولد وتتطلق من ابنك. امو على كيفها تنزل ابن ابني؟ هذا الولد مو ابني. ست حلقك، مرتك طاهرة وشريفة ومستورة. لا طاهرة ولا شريفة، زهرية قليلة اصل وانا انت بدك اصل سان وترباية من اول وجديد. احترمي حالك ام سعيد، انتي ببيتي. اضرب البيت واصحابه وتضرب هيك ترباية مربيتيها لابنك. الله معك. ولك شو اخرتها بالافادات اللي عم بتطلع فيها؟ الفضيحة إلى حساب والحساب إلك وإلها. بدك تفضح مرتك واخوك؟ فضحته ومشي الحال. شو عملت؟ انا ما عملت شيء. اخوه هو اللي بده يعمل. والله لو ورجيك. لك تعال هون، شو بدك تروح تحاميلها؟ ايه بدي حاميلها. دي حاميلة لأن واحدة مظلومة. يا مو على كيفك. غسل ايدك. غسل ايدك. غسل ايدك. غسل ايدك. عمل له. لك اتركها. غسل ايدك. اتركها. زهرية. لك زهرية. لك تعي لهون. ولك شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ والله ما شو عم تعملي؟ والله لا فيكي والله. والله لا فيكي. والله لا فيكي. لا ليش عم تعمل؟ لا هون انت ليش عم تضرب اختك؟ لا انا واحدة قليلة شرف. ما انا قليلة الشرف، اختك اشرف من الشرف، عم تفهم؟ ايه وانا هيك كنت مفكر، بس لما سمعت شو عاملة مع ابن حماها. والله مو عاملة شيء. مو عاملة شيء مو هيك؟ انا برجيك. لا 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 لا
اللي سمعته كله كذب بكذب. لا يا ستي مو كذب، والزلمه ما بيعطي شيء على حرمته اذا ما شاف شيء بعينه. والله ما عملت شيء والله. يعني ما غلطتي مع ابن حماكي؟ اعوذ بالله، انا بموت وما بعمل هيك شيء. لك كذابه. خلصنا بقى، عم تقول لك ما بتعمل هيك شيء. اختك مظلومه وشريفه وطاهره، وحازم هو اللي عمل مشاكل. صهرك هو اللي عم يعمل هيك مشان يكسرنا، عم تفهم؟ وفارس عم يدافع عنا لانه بيعرف انه اختك مظلومه. خلصنا بقى. عزيم؟ ايه انا كنت حضرانه كل شيء. والله لكسره والله. زهرية خبطني. تعي تعي استديو معي خرفوه وتعلق. على مهلك تقبليني، على مهلك. يلي عملتوه كبير كتير وانا ما عاد فيني اسكت عليه. شو قصدك يا عمو؟ هذا البيت انا رح ابيعه واعطي كل واحد فيكن حق حصته مشان يشتري بيت لحاله. وانا موافق يا عمو. إلا كان اكيد بدك توافق مشان تاخد حق الحصه وتروح تشتري بيت لحالك تتجوز حبيبتي. ولك برجع بقول لك انت اخي الكبير وما بدي اغلط معها. لك والله انت ما بيسكت لك، ما بيسكت لك. خلاص انا جبتكن من بطن واحد، ومثل ما انت مالك غدار اخوك كمان ماله غدار. عزم افتح الباب. هذا صوت حمدي. تعال يا واطي. والله لا احسب الله ما خلقه. شو عم تقول عنه واطي؟ يا على امتي ان شاء الله. بعدوا لك انا بخير. فارس توبني. حازم مشان الله لحق اخوك على الغزة خاني. هو بخيل، هو بخيل. فارس توبني. لحق ايدك. لحق ايدك. يا لأمدي عليك يا ابني، يا لأمدي عليك يا ابني. يا رب نخيلك، يا رب نخيلك. عوض بسلامتك. حسبي الله ونعم الوكيل. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا قوة إلا بالله. طولي بالك. عود أخي عود. ألف الحمد لله على سلامتك. ألف الحمد لله اللي ربي ما ضرني فيك. ألف الحمد لله على سلامتك أخي. الله يسلمك يا أختي، الله يسلمك. معلش يا أمو معلش. الحمد لله على اللي صار. الله وكيلك يا أيام، وكان في غبش قدام عيوني وماني شايف. بس اللي صار خلاني أتأكد إنه أنا مالي غير أخي، هو سند ظهري. هيك الله يرضى عليكم إلهي ويوفقكم. ولك انت سندي واخي وتاج راسي. انا والله بس كان بدي واعيك انت كنت عم تظلم حرمتك، انه ما حدا منيح بالدنيا غير اهلك وناسك، هن الوحيدين اللي بيجوا بظهرك. مشان الله سامحني اخي، مشان الله سامحني. انا مسامحك بس في غصه بقلبي. لا لساتك شاكك انه في شيء بيني وبين مرتك يا اخي؟ يا حيف عليك يا اخي، يا حيف عليك. والله بشك بحالي وما بشك فيكم. يعني خلاص قلبك راق تجاه حرمتك؟ قلبي راق يا عمو، بس انا بدي لاقي طريقه بالاول لاقي حل معاهم مشان صالحها قبل ما اجيب على البيت. يو الف الحمد لله، الف الحمد لله يا رب. خليك
زهري يا حبيبتي، فارس ما مات لأني رحت وطمنت عليه، وأخوك حمدي ما عليه شيء. بس في شغلة، حازم بعت لك رسالة معي، فبدي اياكي تقريها. زهرية انت مرتي وشرفي وعرضي، انت زهرية الطاهرة. ان شاء الله تسامحيني لاني ظلمتك، ظلمتك وظلمت اخي. انا بعرف انه غلطت كبيرة وكبيرة كتير كتير، ويمكن تصفني كتير لحتى تسامحيني، بس انا بعرف انه قلبك طيب، وبدياك تتذكر منيح انه خير الخطائين التوابون. والسلام عليكم ورحمة الله. فارس ما بدي اسمع ولا حرفها، خلصنا يا ابي البنت. ما عندنا شيء مشان جدي احبسها بالاوضة. خراس خراس من اللي عمل متي؟ ما بدي اخراس، قسما بالله العظيم بخلع الباب بفوت وبطلعها. اذا بتقرب ثوب الباب عيونك بدي اقيمها. ما حدا بيقدر يشيل عيونك. يلا نلعب انت وياك، نلع يلا يلا نلع. خلص روح فارس. إنن كلمتين ما في غيرهم يا نصوح. يا اما بتقبلوا بالكلام اللي رح اقوله، يا اما بوضح الحقيقه كلها. لا ما بتعملها يا بي، ما بتعملها. الشيء الوحيد اللي بيخليني اسكت انه تروح جنه من خلقه حفيدي. ايه شو عليه؟ اليوم انا باخذها هي وامها وبنطلع من البيت. لا 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 لا، لانك انت ابني وعايش معي ببيتي. ايه بس انت يا بي ما بدك جنه تضل هون. راح اجوزها وابعتها على بيت جوزها. مين بدك تجوزها يا بي؟ ابو معجوب بيار على السوس. ايه وبكره راح يجي نكتب كتابه بياخذها ويروح. بس يا بي هذا نصوح من هلا لبكره ما بدي حدا يقرب صوب غرفتها ولا يفتح لها الباب، فهمتوا؟ يعني قلبي عليك يا بنتي، شو عم بيصير فيك؟ بلي على قلبي عليك. لا لحد هون وبس، ايه بموت وما بخليها تتجوز هيك جوازي. يا بي مشان الله لا تزعلي، خلص انا حكيت مع صاحبي ابو جابر واستكريت منه بيته يلي بالحاره التحتانيه، بتعرفيه مو؟ ايه بعرفه، بس ليش استكريته يا بي؟ مشان تتخبي لك فيه كم يوم. بدك يعني اسكن بالبيت لحالي؟ موقتي يا بي موقتي، يعني كم يوم يا بترجعي لهو يا اما بلحقك انا وامك. بس انا بخاف ضل لحالي. لا وقت الحكي يا بي، هلا قومي حطي ملايتك على حالك وضبي كم غراض والحقيني، انا عم بستناكي براس الحاره. يلا يا بي يلا. نصوح انا سمعت كل شيء، بدك تهربها من البيت؟ والله يا بي انت جبرتني على هذا الشيء، وانت اللي راح تجبرني اني احكي الحقيقه. لا اوعك يا بي، بوس ايدك لا تقول لنا شيء. ابي نبري هودي لجوا، نبري. والله والله لو ما اعطيك كلمه للزلمه لكن انت بعتك على البلوعه. يلا لجوا يلا. بسيطة يا نصوح. شو رجعك لهون ولا؟ جدي انت وابي وعمي على راسي من فوق، بس والله بموت بعرضي هون وما بخلي ابو محجوب ياخذها لجنة. جلال سكت ابنك احسن ما عاد امك ياها. فارس خلصنا خلصنا يا ابي بهذا الموضوع، ما حدا بيسكتني. طول بعد الله يبارك يا ابي، من شان الله بوس ايدك يا ابي لا تضربه. والله لساتها ايدك قويه يا جدي،
مو إذا بتخلعني كف. قلت لك إذا بموت ما رح خلي حدا يصدم على جنّة. شو رح تعمل يعني؟ بدي أتجوزها وأطلع من البيت. إذا هالشي بده يصير أنا بدي أتبرى منك وما رح أورثك قرش. وأنا ما بدي منك شي جدي. بسامحك. نلع! يلا نلع! فارس! فارس! شلون؟ شان الله خذ ابنك واطلعوا من هون. ماني متحرك من هون! إلا ورجعنا على رجلي لجنة! ولا كفوا هالبلا عنا بقى روحوا! روحوا! امشي فارس! فارس امشي! جنة! سنيني راجع! لا تعملي باب محجوب! راجع لك والله! والله راجع يا جنة! اللهم يا مهيئ الأسباب هيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. عم تسمعيني يا بنتي؟ عم أسمعك شيخي. أنت موافقة تجوزي أبو محجوب على سنة الله ورسوله؟ مالي موافقة شيخي. ما لي موافقة يا أبو نصور. طول بالك البنت خجلانة طول بالك. أنا ما بدي إياها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. يا واطع حقيرة تعال اضربني يا جدي تعال حك عمي طول بالك استحي بالله جنة أنا مالي جدك هذا مالي أبوك وأنت ما بتناسبينا تكوني من عائلتنا الله يسامحك يا أبي ابني تجوز أمك وأمك حامل فيكي 7 أشهر يعني أنت لا بتشرفيني ولا لك من كنيتي يا أبي ليش حكيت لها لازم الناس تعرف كل شيء لازم تعرف الحقيقة لازم تعرف الحقيقة هاي ما بتناسبني مو من عائلتي مو من كنيتي مثل ما بدك يا أبي أنا ما عاد في يتحملها لا هي ولا أمها نلعوا من البيت نلعوا من البيت بعد عني بعد عني بعد عني الله لا يسامحك يا أبو نصوح إلهي الله لا يسامحك بجاه لا إله إلا الله جنة أنا ما عاد بدي إياكي اسمعيني منيح يا بنتي حاجة تقلي هالكلمة وتكذب علي حاجة أنا بعمري ما كذبت عليك ولك أنت عايشني أكبر كذبة عشتها بعمري لأني خفت مشو خفت أني ما أحبك ولك كنت رح أحبك ورح أعيش ممنوني إلك كل عمري لأنك اعتبرتني بنتك الحقيقية لك وانت هيك لك انا بعمري ما اعتبرتك مو من دمي انت بنتي يشهد الله علي لما ولدتك امك سميتك جنة تعرفي ليش لانه اول ما شفتك تحولت دنيتي كلها وصارت جنة انت بنتي يقولوا شو ما بدهم انتي روحي انتي من دمي انتي بنتي وانت ابي يا وما لي غيرك اب الدنيا كلها الله يرضى عليك يا بنتي الله يرضى عليك ربي لا يحرمني منكم Yeah.
السحاب يا المرضى اللي مرته خلتني فتح عيوني وأعرف قديش أنا ظلمتكم، وخص نص جنة أنا ما راح أسامح حالي اللي عملته معكم، راح أحاول أصلح غلطي. ما راح الاقي عريس لبنتي الا فارس، بكره راح نكتب الكتاب باذن الله. مبروك يا جنه. أنا جاي أخبرك بشي صار قدامي وخلاني شك إنه أمي تكون مقتولة يا سيدي. احكي يا أختي احكي. رح أحكي. إذا جاي تستسرحيني. أنت يلي نزلت مبارحة علي على البيت وكنت بدك تقتلني ما هيك؟ لك شو عم تحكي أنت؟ صاير لعقلك شي؟ مو أنا اللي صاير لعقلي شي، شوف عقلك أنت شو صاير فيه، بس وينك؟ والله والله إذا بتحاول تأذيني مرة تانية لا أنسى أنك أخي وروح أشتكي عليك، فهمت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صياح شرف معنا على الكركون. شو في؟ بالكركون بتعرف شرف. حول ولا قوة إلا بالله. وأنا جاية معكم. العظيم. إذا حابب تاكل فلقة مرتبة نحن جاهزين، وإذا مانك حابب تاكل فلقة اعترف بجريمتك. احكي لشوف. أنا ماني عامل شيء. مانك عامل شيء؟ هاي الخرمشة باللي رقبتك، شو هاي الخرمشة؟ ولك احكي. قطع خربشتي. قطع خربشتك. وين كانت هاي القطه؟ كانت واقفه بالطاقه وانا ماني بالطريق، بدها تنط على الارض، اجت على رقبتي. هاي المحرمه لمين؟
شو بك ساكت؟ شو؟ لطة أكلت لك لسانك ولا خرمشتك ولقحتي؟ هاي المحرمة لمين؟ ما بعرف لمين، ما بعرف لمين. والوصية اللي تركتها حرمتك المرحومة لأختك؟ لما موت تعطي الذهبات تبعاتي لأولادي جابر وجميلة، أما أبو صياح ما بياخد منهم ولا ذهبة. شو وإذا إجاكم خبر موتي وإنتوا ما كنتوا معي لما موت، بيكون جوزي أبو صياح هو اللي قتلني. لك شو هالعلاقة بصديات؟ حرمتك هي بإيدها عطتني هاي الوصية وحلفتني ما نفتحها لبعد ما تموت، وحكت لي على كل شي عملته معها. نيح إيه؟ لك شبك أحكي؟ الوصية مو مزبوطة. مين أعطاك الوصية يا أختي؟ مرت أخي الله يرحمها هي بذات نفسها عطتني الوصية وحكت لي. شلون شلون؟ أنا اللي سمعتك وأنت عم بتوصي زلمتك يجيب لي دواء مشان تضل أمرض وأضعف. لك شو هالعلاقة بالمصديات؟ لا ما عم علك، لأنه أنا عملت حالي كل هالوقت أنا مريضة مشان اللي بدي أعمله ما تحس عليه أبداً. أيوة، شو كمان؟ ولما عرف أخي بهالشي نزل علي على البيت مشان يقتلني وياخد الذهبات. انتي وين لقيتي المحرمة يا أختي؟ لقيتها على الأرض بأوضة أمي. شو يا مظلوم؟ بعد الحكي اللي سمعته رح تعترف ولا نزلك لتحت خلي صوتك توصل لآخر الحارة؟ احكي! لك احكي! أنا بقت البيتين اللي عطوني إياهن أهلي ودفنت حقهم مع ذهباتي بأن الجن الأزرق ما يعرف وينهم. وين الذهبات؟ ما رح هلأ، وهلأ بدي إياك تطلقني. وينك؟ لك ما فشلتي تطلقيك، ما بطلقك لعرف وين الذهبات، بعطيني إياها وبطلقك بالثلاثة. بدك تطلقني وغصب عنك كمان. لك وين الذهبات بيتك؟ هدول الذهبات والمصاري لأولادي
لا ولا لك انت مالك عندي شيء وانا هلا رايحه على الكركون اشتكي عليك لا تضربي منك لاولادك والله انا كنت ما بدي اقتلها بس ما بعرف شو صار ما بعرف هي صارت تصرخ وانا فقدت اعصابي عم تبكي يا مظلوم معناتها الشكوى على جابر باطلة بقطع طريقي شو جابك لهون ولا بدي فوت قد امي بضحك بس بيتي ما بتوصل طول ما انا عايش عم تفهم لك بدي فوت وغفل عنك ما لا خليك تودع ولا خليك تطلع بجازتك بس لك ما بدي فوت قليل ايدك ايدك اذا بتبدا بكسر لك اياها وحملك اياها بغيت بغيت شو؟ ضربك ولا ما ضربك؟ لا ما ضربني أنا اللي جنيت عليه شحطولي يا لبضاي من هون شحطولي شوف يلا تحرك